وزير البترول الازرق الدكتور اسامه كمال علشان يقول لنا بقى بشره الخير دي. مساء الخير يا معالي الوزير. اهلا وسهلا بيك، مساء الخير عليك وعلى الجمهور. ربنا يخليك يا فندم. بشره خير النهارده وشركه ايه النهارده للبترول، اكتشافات اكتشاف ورا اكتشاف يا معالي الوزير. قول بقى للشعب المصري يعني ايه الاكتشافات ديت والخير اللي مصر مقدمه عليه ان شاء الله. اتفضل. الحمد لله والشكر لله بتتحقق اكتشافات جديده في قطاع البترول اللي بيشغل، يعني عايز اقول لك ان قطاع البترول بيشتغل في اليوم يمكن 36 ساعه مش 24 ساعه. ما شاء الله. قطاع البترول عليه مسؤوليات كبيره جدا ياتي في اهمها او على براس اولوياتها توفير الوقود البترولي لجميع المستخدمين دون تمييز. الله. والعمل على رفع كفاءة عمليات البحث والاستكشاف علشان خاطر ما تحملش المجتمع ضريبة كبيرة في استيراد منتجات بترولية من الخارج. ما شاء الله يا فندم. وعلشان خاطر ما توقفش العملية الانتاجية. نذكر جميعا ما حدث في السنوات ما بين 12 لغاية 15 16 كيف كان الغاز بينقطع على المصانع، وكيف كان بينقطع على محطات الكهرباء، وكيف كانت الكهرباء بتقفل على البيوت، وطوابير السولار وطوابير البنزين. كل الأزمات دي كانت بتحصل والدولة كانت بتتحمل فاتورة لا تقل عن 3.5 إلى 4 مليار دولار باستيراد الغاز بس عشان تشغل الحاجات الضرورية. التوسع في عمليات البحث والتنقيب جهد كبير جدا يبذل، لانك انت بتتكلم على استثمارات بالمليارات، يعني أيوة مثلا حاجه زي حقل ظهري. ايوه. الاستثمارات اللي اتصرفت عليه ما بين 12 ل 14 مليار دولار. يا رقم. رقم كبير جدا. رقم يا فندم. لا تتحمل منه خزانه الدوله المصريه مليم. تتحملها الشركاء الاجانب ثم تخصص لهم حصه بعد كده من الانتاج. ايوه. بنسميها مصاريف استرداد. علشان يبتدوا يستردوا ما انفقوه ويصبح المشروع ملك مصر. النهارده الجديد في هذا الامر ايه؟ انت النهارده في عندك استهلاك سنوي بيقدر ما بين 2.8 الى 3 تريليون قدم مكعب غاز في السنه. قبل حقل ظهر كان الاحتياطي في حدود 55 57 تريليون قدم. ده معناها انه في هذا التوقيت انه كان عندك حاجه تكفيك مثلا بهذا المنظر نقدر نقول مثلا 15 لا في حدود 20 سنه مثلا استهلاك. لما دخل حقل ظهر بحوالي 30 تريليون القابل للاستخراج منهم 25، فرفع هذا الكلام الى 85 90 تريليون قدم مكعب غاز، فرفع الاستهلاك بتاعك ل 27 سنه. ما شاء الله ما شاء الله. كل سنه بيحصل عندنا انخفاض طبيعي في ضغط الابار الاستهلاك يصاحبه انخفاض تدريجي في الانتاج. ايوه. فمثلا احنا النهارده انتاجنا بيصل الى 7.5 مليار قدم مكعب غاز يوميا. في منهم حوالي 0.5 مليار بيستهلك على الابار، وال7 مليار الباقيين دول كميه كبيره منهم بتوجه لاستهلاك الكهرباء وجزء لبقيه الاستخدامات الاخرى من مصانع ومنشآت تجارية ومنازل وسيارات وخلافه. أيوة. السنة الجاية لو ما حطيناش اكتشافات جديدة الإنتاج ده هيقل، مش هيبقى 7.5 مليار، لا هيبقى 6.5 6.7. فالأمر بيستدعي إيه؟ إن أنت تبذل مجهود كبير عشان كل سنة تلاقي اكتشافات جديدة تعمل بيها ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية إنك تعوض الانخفاض التدريجي اللي بيحصل في الإنتاج نتيجة الانخفاض التدريجي الطبيعي في الآبار، ده زي ما بنقول بيقدر ما بين 10 إلى 15% سنويا. الحاجة الثانية إنك تواجه معدلات التنمية الاقتصادية المطلوبة. أنت النهاردة مستهلك مثلا 5.5 6% معدلات تنمية. أيوة. فده معناه إن أنت محتاج كميات إضافية من الغاز ومن المنتجات البترولية. يعني مع الوزير أنا طبعا ما شاء الله على حضرتك، يعني معلومات وفيرة وبصراحة يعني أنت بتبصر الناس يعني إيه معنى الاكتشافات دي. لكن ببساطة مع الوزير الاكتشافات دي المواطن هيحس بيها إزاي؟ أيوة يا فندم ما شاء الله عليك. أنا جاي لك أهو. أتفضل. أنا بس بشرح الحتة المهمة ديت اللي بقولها ليه. اتفضل يا فندم. الناس ما تعتقدش انه قطاع البترول بيعمل اكتشافات النهارده عشان يقضي الطلبات بتاعه النهارده، لا. ده طلبات النهارده والطلبات المتوسطه المدى اللي هي بتاعه التنميه القصيره
وجزء يتبقى للأجيال القادمة. الله. بنكثف عمليات البحث والاستكشاف. أيفهم. طب المواطن هيشعر إزاي بالقصة دي؟ بعض الناس بيتخيل إن إحنا لما يحصل عندنا إنتاج جديد من الغاز أو من البترول فالدولة هتقوم الصبح مثلا توزع على كل مواطن 1000 جنيه تقول له ده نصيبك في زيادة جديدة. أي. لا القصة ما هياش كده. أيفهم. أنا لسه من شوية في البداية كنت بقول إن إحنا بنستورد بما قيمته 3.5 إلى 4 مليار دولار غاز من بره علشان خاطر نعادل العجز اللي ما بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المحلي.